فكرت باللي حكينا فيه؟ فكرت، بس أنا خبرتك إنه في إشي لازم تعرفه وأنت ما تركت لي مجال. مازن، أنا بحترم مشاعرك وبقدرها كتير، بس أنا في شخص تاني بحياتي. بس أنا على حد علمي أنت مانك مرتبطة رسمياً؟ لا، بس هذا الشاب أنا وياه نعرف بعض من زمان، من سنة شفته بالصدفة بفرنسا وصرنا نطلع مع بعض. صار شي بيناتكم؟ ما فهمت. قصدي اتفقتوا على شي؟ تقريبا. طيب تتضايق إذا بتقولي شو اسمه؟ طلال محفوظ. مازن، أنا آسفة إذا ضايقتك. إيه بتحبيه؟ انه يعني اكيد بحبه. ايه بس اللي بحب ما بيتردد بالجواب بهالطريقه. انا ما ترددت، بس فاجأت من السؤال. هو بحبك؟ اكيد. كيف تأكدت؟ شو اللي كيف تأكدت؟ لسه من يومين خبرني انه بده يتعرف على اهلي مشان يطلبني. هيدا منو دليل على الحب. انت بنت حلوه مسقفه، بنت ناس، يعني مثل ما بقولوا الف واحد بتمنى انه يرتبط فيكي، بس مش هيدا هو المهم. المهم مين اللي يحبك، حتى لو الظروف ما سمحت له انه ترتبطوا ببعض، هيدا هو المهم. غروكي عيني، غروكي غروكي يوم الخطابوكي، انتي شفتي المرسيدس ونسيتي اهل السوزوكي، ونسيتي اهل السوزوكي. تعالي عن جد، هالبراد لقطة والله توفقنا فيه.